سؤال بقى اللي بنسمعه، هل صحيح ان شركات الادويه الدوليه يعني بتجرب ادويتها على المرضى في مصر؟ صحيح يا دكتور او دكتوره؟ ممكن انا اتكلم ارد على السؤال ده. واحد، انا كنت عميد المعهد السابق، واثنين، ان انا اجرب دواء صعب جدا على الاطفال، ان انا اجرب دواء مش معتمد. اجرب دواء لازم يمر في مراحل زي ما قلت لحضرتك، وانه شركه الدواء لما بتيجي تجرب دواء 90% من تجربه الدواء في مصر بتبقى بعد تسويق الدواء وبعد تسجيل الدواء في وزاره الصحه الامريكاني، بعد يعني بعد ما بيتوافق عليه من منظمه FDA او EMA او وبيتسجل في الوزاره، والدواء ما بيقدرش يخش مصر الا بموافقه وزاره الصحه ولجنه اخلاقيات البحث العلمي بتاعت الوزاره، وبعد كده عشان تجرب بيه في الاماكن التعليميه المعتمده لازم تاخدي موافقه لجنه الابحاث اخلاق البحث العلمي ويتوافق عليه في المكان. واحنا بنتكلم على فيس 4 اللي هو مرحله ما بعد قبل التسويق المحلي. لا، هي بعد التسويق، هي البوست ماركتنج. يعني الناس يقولوا هم بوست ماركتنج عندهم بيفتح شريتك على الدواء، بيجي يعرفني على الدواء. وبستغل الكلام ده في انه العيان بيحصل على دواء متوافق عليه من FDA او الاما ومعترف بيه وعارفين نتائجه وبياخده ببلاش تماما وتحت رقابه وزاره الصحه والمكان.